طيب دكتورة، الآن سنمر للمداخلات. كما جرت العادة معنا مداخلة من الأستاذ علال مهنين، يقول مواضيع جوهرية لعل أهمها بالنسبة إلي هي الفشل المدرسي الذي تتعدد أسبابه انطلاقا من واقع الأسر، مرورا بتأثيرات الشارع والتطور التكنولوجي في هذا العصر، وصولا إلى إشكالية تخلي المدرسة عن أحد أهم أدوارها وهو التربية والتوجيه وتحولها إلى مجرد آلية للاستقبال فقط، لأن حتى العملية التعليمية بنفسها فقدت الكثير من مقوماتها لأسباب متعددة، لعل أبرزها النقص الكبير في عدد الأساتذة، تغييب أدوار مجالس التدبير، المجالس التربوية، صورية مجالس الأقسام، إضافة إلى منهجية التوجيه التي تؤثر فيها الخريطة المدرسية بشكل كبير جدا، وهو ما ينتج نوعا من التأثر على مسارات التلاميذ في الوصول إلى الفشل المدرسي، ناهيك عن غياب المصاحبة الاجتماعية داخل المؤسسات التربوية. إذا العوامل متعددة وقاسمها المشترك الفشل المدرسي مسؤولية جماعية لكل طرف، مسؤولية محددة لا يمكن أن يتنصل منها. مع تحياتي للبرنامج. شكرا للأستاذ علي المهني. طيب نعم. يعني نوعا ما ولما لما الجوانب الشمولية. نعم. الشمولية يعني يمكن عملنا واحد الملخص كنشكر عليه. كاينه واحد الحاجه هي على انك يقول دائما كنقولوا الحل كيجي في العدد، واللي مطلوب من المدرسه او من الاسرويه هي جوده المعامله. نعم. ماشي نعملوا كثار، نعملوا مختلف. نعم. خاص المدرسه تكون عندها القدره فعلا اللي كيقولها العناصر كامله والشارع وكذا الى اخره. نعم. ولكن حنا كنعرفوا الامير كاينه واحد يعني دراسات جديه كتبت على ان الاهتمام ذو الاسره بالمدرسه والتتبع بالمدرسه. نعم. كيعطي واحد النوع ديال التحسن المردوديه ديال الاطفال بالنسبه للمدرسه. هذا الشيء عن جد، لان ربما حنا كنغلطوا كنقولوا على ان لا هذه المدرسه لا حنا كنهتموا بالمدرسه وكنمشيو، ولكن في الداخل ديالنا كنتقلش عاد عملنا المدرسه، حنا خصنا ندبروا المدرسه، حنا خصنا نعملوا حنا